لو سألتني عن أكتر شركة بتاخد قرارات غريبة وبتاخدها فجأة وبدون أي مبررات هقولك على طول جوجل. وزي ما تعودنا إن كل شوية بتشيل مميزات من تطبيقاتها، يعني آخر مرة عملتها في يوتيوب لما شالت زر الديسلايك، المرة دي شالت ميزة موجودة في متجر جوجل بلاي، متجر تطبيقات جوجل الخاص بتليفونات الاندرويد. قبل كده لما كنت بتفتح معلومات التطبيق لاي تطبيق موجود على المتجر كنت بتشوف رقم الاصدار بتاع التطبيق، ورقم الاصدار ده كان بيفيد لما بيبقى فيه مشكله في التحديث لتحديث التطبيق معين، كنا بساعتها بنروح نشوف رقم الاصدار وبننزل نسخه اقدم من رقم الاصدار ده. لكن بدون اي اسباب جوجل دلوقتي بتبدا توصل تحديثها ده لكل التليفونات، وهيبدا يوصل ممكن ما يكونش وصل لك وممكن يكون وصل لك دلوقتي، واللي بقى يظهر حاليا دلوقتي اخر وقت لتحديث التطبيق. تفتكر جوجل عملت ده ليه؟